بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، فرج الكرب عنا وعن المكروبين، أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وذرياتنا وآل بيت نبينا وسائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأحياء والأموات، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، على شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم تلامذته ومشايخه في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الوقف. والناس كتير ما يعرفوش كلمة الوقف يعني ايه، بالذات في زماننا ده، بل بالعكس ده مرتبط في اذان الناس ان الحاجة التي لا يتصرف فيها ولا يحسن التصرف فيها يسموها وقف، يقول لك خليك كده وقف كده، يعني لا ينتفع بك. وهذا على خلاف مقصود الشارع، فان الوقف جعل للشارع، جعله الشارع وسيلة للانتفاع بمال المسلم بعد وفاته إلى ما شاء الله، وهي التي يسميها العوام الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية تساوي الوقف. فعايز تعرف تتصدق صدقة جارية، ناس كتير يقول لك أنا معايا مال عايز أعمله صدقة جارية، تقوم تقول له تقرأ في أي باب في أبواب الفقه، تقول له افتح باب الوقف. يبقى اللي عايز يتعلم الصدقة الجارية يفتح أبواب الوقف، لأن الوقف هو حبس مال لنفع الغير بعد الوفاة أو في حال الحياة، ويستمر إلى ما بعد وفاته على أن يستمر رقبة المال وينتفع بإيه، بثمرته، على إيه، طائفة معلومة أو على جهة معلومة يحددها الواقع. هي دي الصدقة الجارية، إن يبقى في حاجة اسمها صدقة جارية. وقصر المسلمون بناء على عدم فهمهم لأحكام الوقف، قصروا في عمل الصدقة الجارية. فكثير من الناس يستخدم أموال الصدقة الجارية فقط لبناء المساجد، هو ده اللي يعرفه، أو مثلا يجيب كل دير عشان الناس تشرب مية وخلاص، هي دي الصدقة الجارية اللي بزيه. لا، الصدقة الجارية أبوابها كتيرة بقى، واسعة. لما تقرأ باب الوقف تجد أن أبوابها كثيرة جدا، تشمل كل نواحي الحياة. فصل في أحكام الوقف. فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس. يبقى كلمة وقف يعني حبس، يعني حاجة محبوسة لا تباع. آدي معناها بقت محبوسة، بقت لا تباع، لكن تدار لنفع جهة معينة، تدار لنفع جهة معينة. وهو لغة الحبس، وشرعا حبس مال معين. يبقى لازم المال يبقى معين قابل للنقل، ويبقى المال ده قابل لنقل ايه، لنقل نفعه، يعني قابل للنقل، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قابل للنقل يعني يقبل نقل ملكية نفعه، مش ملكية لا تقبل نقل الملك، يعني نقلها
زي القمى المستولى ده، زمان كان لما يجي يجيب قمى وتحمل منه ما يعرفش يبيعها، فما يعرفش يوقفها لان خلاص ما يعرفش يبيعها لان يحررها ابنها، فاهم؟ فدي لا يمكن نقلها، لا يستطيع ان ينقل ملكياته، فدي ما تنفعش تبقى ايه توقف. لكن لو عنده عبد ممكن يوقف هذا العبد لان ده مال، على ان يعمل في مهنة معينة وكل دخله يكون لصالح جهة معينة او لصالح طائفة معينة من المسلمين، واخد بالك، موصوفة بصفة معينة، يبقى شرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يمكن الانتفاع به مع ايه؟ مع بقاء عينه، زي في الإيجار ينتفع بها مع بقاء عينها تبقى اسمها إيجار، لكن لو مع زوال عينها تبقى هبة بقى، تدي له أكل يأكله لأن هياكل ذات الأكل، إنما إيه في الإيجار بياخد الحاجة ينتفع بها مع بقاء عينها، مش كده؟ ويردها لك تاني. هنا برضو المال ده يشترط فيه شروط، أن يكون مال معين ويكون قابل للنقل ويمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله، ويقطع التصرف فيه يعني حرية التصرف فيها مقطوعة إلا على جهة معينة نص عليها الوقت، يقول لك هذا المال ينتفع به لجهة تربية يتامى المسلمين مثلا، أو المطلقات من المسلمين، أو الأرامل، أو مرضى الفشل الكلوي، أو مرضى الأورام، فما ينفعش الوقف اللي معمول على مرضى الأورام أخده وأعديه لمرضى مثلا ارتفاع ضغط الدم، أو مرضى مثلا فيروس سي، ما ينفعش لأن الواقف نص على إن ده لمرضى الأورام، ما ينفعش أنا أجي أتصرف وأديه المرضى التاني وأقول لهم كلهم مرضى. لكن لو قال هذا وقف لمرضى المسلمين مطلقا يبقى أي مريض بقى، واضح؟ لكن لو نص على نوع معين يبقى إيه؟ نص الواقف شرط الشارع، كأن الشارع شرطه، واضح؟ يراعى. وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير، ولازم تبقى جهة خير، لازم تبقى جهة خير، يعني أوقف مثلا مال على أن ينفق على الرهبان في الكنائس وأنا مسلم، ما ينفعش، يعني مش جهة خير عندي، مش جهة خير عندي معتبر، أو على تربية الخنزير، ما ينفعش المسلم يوقف مال لتربية الخنازير وتباع ومكسبها ينفق على الفقراء، ما ينفعش، يبقى لازم تبقى جهة خير، ولا يوقف ماله مثلا على جهة محرمة، على إنشاء مثلا السينمات، على أن ينشئ السينمات ويدخل الجمهور المسلم ببلاش يتفرج على الأفلام لنشر الثقافة، واخد بالك؟ كان وزير ثقافة وعنده أموال كتير، فأوقف ماله لإنشاء السينمات حتى يدخلها المسلمون بغير تذكرة، أهي دي مش جهة خير، نقول له لا ده وقف باطل، ما ينفعش، واضح؟ يبقى لازم جهة خير تقربا إلى الله، إلى الله تعالى. وشرط الواقف محدش يسأل أبدا إلا أما نخلص الباب كله، لأن لو خلصنا الباب كله كل الإجابات اللي تخطر في بالك هتلاقي إجابتها، فاهم إزاي؟ في دروس الفقه كده مشايخنا كانوا يقولوا لنا كده، اوعى تسأل، خد الباب على بعض، خلص الشيخ ودون الأسئلة، كل شوية والشيخ بيتكلم تروح شاطب سؤال لأنه تجاوب، بعد شوية شاطبش سؤال، تلاقي نفسك شاطبت 10 أسئلة والشيخ جاوب، ما قطعتوش، فقه كده، اعرف ازاي تطلب ايه علم الفقه. تقربا الى الله تعالى وشرط الواقف صحة عبارته، يبقى عندي انا واقف وموقوف عليه، مش كده برضو؟ اللي هم طرفي شرط الواقف اللي هو صاحب المال اللي هيوقفه يحبسه، صحة عبارته واهلية التبرع طبعا. والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاث شروط، أحدها
أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة اللهو ولا وقف دراهم للزينة. ينفع يوقف الدراهم بتاعته، كانت أموالهم زمان أموال فضية أو ذهبية، يقول لك أنا حوقف هذه الأموال 100,000 دينار للزينة، يعني اللي عايزة يوم فرحها تستلف 5-6 دنانير تعلقهم كده على بتاعه وترجعهم تاني. ينفع الكلام ده؟ نقول له لا ما ينفع، لأن الدراهم والدنانير لا ينتفع بها للزينة، يعني الزينة ليست من مقصودها عند الناس. فهمت بقى ازاي؟ فهي مش مقصود معتبر يعني. فلا يصح وقف آلة اللهو، لأن آلة اللهو عند الشافعية حرام، يبقى ما ينفعش إيه وقف آلة اللهو للانتفاع بها، لأن يحرم استعمالها ويحرم اقتناءها. ولا وقف دراهم للزينة، لأن الزينة ليست مقصودة لذاتها من الدراهم، يعني الدراهم لم تصنع ولم يتداولها الناس من أجل الزينة. ولا يشترط النفع في الحال كمان، ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين على أساس يجبره يخدمه، يبقى مش شرط يكون صالح لأنه ينتفع به في الحال، لا ده ممكن في المآل. واضح؟ وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقف، لأنه حيفنى. ينفع إن أنا أوقف حلة بها طعام، أوقف ما في الحلة؟ طب ما ينفعش، هو هياكله 2-3 ويخلص، يبقى ده مش وقف، اسموه بقى هبة صدقة، سميه أي حاجة لكن ما تسموهش وقف. طب نحاول نقف إيه عند هذا الشرط الأول، نقرأ كلام الشيخ البيجوري في الجزء اللي احنا قرأناه. فصل في أحكام الوقف، أي كالجواز الآتي في كلام المصنف، وإنما قال الشارح في أحكام الوقف لأن المصنف لم يبين حقيقة الوقف لا لغة ولا شرعا، وإنما ذكر شيئا من أحكامه. المصنف اللي هو مين؟ أبي شجاع. لما تقرأ متن أبي شجاع نفسه ما قالش حقيقة الوقف، لأن المتن نفسه قال لك فصل والوقف جائز بثلاث شرائط بس كده، والوقف جائز ما قالكش إيه هو الوقف. كل المقدمة اللي دي ده قالها الشارح، فاهم؟ مش المصنف. لأن المصنف لم يبين حقيقة الوقف لا لغة ولا شرعا، وإنما ذكر شيئا من أحكامه. شيئا من أحكامه دليل إنه ما قالش كل الأحكام، وهو الوقف. وهو هنا يعود على ايه؟ على الوقف، وهو مصدر وقفا، وهو افصح من اوقف، يعني تقول وقف وقفا مش اوقف وقفا، يبقى هو مصدر وقف وهو افصح من اوقف، فانها لغه رديئه تميميه. اوقف بمعنى وقف على لغه تميميه رديئه، رديئة يعني مش فصيحة يعني. وعليها العامة عكس حبس وأحبس، فإن أحبس أفصح من حبس، فإنها لغة رديئة. حبس دي لغة رديئة لكنها هي الواردة في الأحاديث الصحيحة، ويبقى رديئة هنا مش بمعنى أنها لغة غير فصيحة، إلا أنها نادرة الاستعمال، لكن استعملتها الأحاديث الصحيحة، أو أنها رديئة والأحاديث الصحيحة التي ورد فيها الحبس وردت على اعتبار الرواية بالمعنى، تصرف من الراوي تحتمل كده وتحتمل المعنى ده. لكن من حيث فصاحة اللغة فوقف تبقى وقفا وأحبس حبسا، كويس؟ تبقى هي أفضل يعني من حيث اللغة، ده مبحث لغوي على أي حال. ويجمع وقف، يعني يجمع على وقوف جمع كثرة، وأوقاف جمع قلة. يبقى إيه؟ لو جمع قلة تقول أوقاف، لو جمع كثرة تقول وقوف. والأصل فيه أي الدليل على جوازه ومشروعيته والثواب عليه
والأصل فيه يعني الدليل عليه قبل الإجماع. قبل الإجماع دليل إن إيه؟ في عندنا الكتاب والسنة والإجماع، مش كده برضو؟ قوله تعالى يبتدي بالكتاب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمعها رغب في وقف بيرحاء، بيرحاء أو بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه. وبيرحاء دي إيه؟ وهي حديقة مشهورة، بستان كبير كان يملكه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بيرحاء، كان لسيدنا أبي طلحة الأنصاري، وكان من أغلى بساتين المدينة لجواره للمسجد ولكثرة ثماره وأشجاره. لما سمع الآية دي نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب للنبي وقال أحب أموالي بيرحاء يا رسول الله، وإني أشهد الله أنها لله ولرسوله، يتصرف فيها الرسول يعني كيف شاء. مأخوذ من البراح وهو الأرض الظاهرة، ده الاسم نفسه يعني، وخبر مسلم، خبر مسلم اللي هو في صحيح مسلم يعني، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي. ومن ذلك يعلم أنه لا يصح على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبقى لا يجوز أنك أنت توقف وقفا للنفقة على الأنبياء، لأن الوقف صدقة والصدقة تحرم على الأنبياء، واضح؟ لأن الصدقة لا تجوز لهم، والمراد بالولد الصالح المسلم مطلق ولو فاسق. يعني الولد الصالح اللي يدعو، لا افرض ساب ولد فاسق بس بيدعو لأبيه، هيستفيد برضه أبوه بدعاء حتى لو فاسق، فهمت ازاي؟ يبقى ولد صالح يعني من باب الحث يعني، مش من باب الشر، صفة تستدعي الحث أن تترك أبنائك صالحين. وبعدين على فكرة الولد الصالح مش هو بس، طب ما أنت لو مسلم بيدعي للمسلمين وهو مش ابنهم، ما هو برضه بيستفيدوا. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن أي إنسان مسلم يدعو لمسلم بعد وفاته فهو ينتفع بدعاء المسلم مطلقا، وإن كان ابنه فيكون من باب أولى حثاً على البر. فهمت؟ يبقى النبي لما يذكر كده بيحس مع الحكاية على البر أيضا، مش معناه خصصها بدي بس، واضح؟ وهذا العدد لا مفهوم له، يقول لك إلا من ثلاث، يقول لك ده الثلاثة دي لا، ده احنا لو بحثنا هنلاقيهم أكتر من ثلاثة كتير، يبقى لا مفهوم له. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني إلا من أشياء كثيرة، خذ مني هذه الثلاثة احفظها الآن، كأنه بيقول لك كده من باب إيه؟ إن هو يعني زي الكبائر عشرة، وتيجي تلاقي إن الكبائر كثيرة، كأن الكبائر هي المحرمات التي تحتاج إلى التوبة والندم، وخذ منها عشرة الآن، يبقى العشرة لا مفهوم لها الكبائر لأنه عددها أكثر. كذلك هنا ممنوع السؤال في دروس الفقه، اكتب اكتب اكتب، لا ما تقولش بعد ما نخلص. يا سلام لو الإنسان قاوم نفسه حين أراد أن يتكلم فيمسك نفسه، يبقى جهاد من جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا العدد لا مفهوم له، فقد زيد على ذلك أشياء، وقد نظمها الجلال السيوطي فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغري، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي،
إليه أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. يبقى جمعها الإمام السيوطي بالأمثلة دي كلها. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري علوم بثها ودعاء نجلي لي ولد صالح وغرس النخل. ولا يشترط على فكرة يبقى نجل هنا مطلق دعاء مسلم لإيه؟ لغير المسلم. وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر. رباط الثغر لأن المرابط ويموت على الرباط، ربنا بيجري عليه أعماله اللي كان بيعملها في حال حياته كأنه عايش لسه ليوم القيامة. كويس؟ تفضل أعمال، يجي الصلاة مكتوب إنه صلى جماعة. كويس؟ يجي رمضان مكتوب إنه صام رمضان، وهو ميت. واخد بالك؟ يبقى اللي بيموت مرابط أعماله مستمرة اللي كان يعملها لو كان عايش لحد يوم القيامة. واحنا عندنا مين المرابط؟ الرسول بيقول فذلكم الرباط فذلكم الرباط. بس المرابط فاهمين ان هو الحارس على الايه؟ على حدود المسلمين بس. لا، ده اسباغ الوضوء على المكاره، كثره الخطى للمساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. فلو واحد من عادته طول عمره يسبغ وضوءه يصلي في المسجد، واخد بالك، وينتظر الصلاه بعد الصلاه ان كان عنده فراغ، لو مات يبقى اسمه مرابط وربنا يجري اعماله وهو ميت. اذا كان لي ورد قراني بيختم كل اسبوع وهو ميت بقاله 1000 سنة مكتوب له ختمه كل اسبوع كانه شغال فيه. بقاله 1000 سنة ميت، جاله 1000 رمضان صايمه و1000 تراويح. واخد بالك؟ وهكذا كل فرض يعدي واخده. كان بيصوم اثنين وخميس، كل ما يجي يوم اثنين وخميس مكتوب له انه صايمه وهو ميت. فاهم؟ فدي ميزه للمسلم ان هو يعتاد فعل الخيرات ويستمر على ذلك الى ان يموت فتستمر عليه. عشان كده ربنا بيقول لهم اجر ايه؟ غير ممنون، يعني مقطوع بوفاته. يعني اجر ايه؟ متصل مستمر. واضح؟ يبقى والصدقات علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري. واحد غرس شجرة بتثمر سنوات طويلة بعد، فكل ايه؟ دابة تأكل منها وإنسان وطائر، كل ده صدقات لي وهو في قبر. حتى اللي بيستظل في ظله، حتى لما تقطع الشجرة ويعملوا بيها كرسي زي ده، والكرسي ده يفضل يقعد عليه الشيخ يدي دروس ويقعد في الجامع 100 سنة صدق، لأنها معمولة من الشجرة اللي زرعها فلان. فهمت؟ وهكذا بقى تبقى ماشيه كل الحاجات. والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر. كان زمان ما فيش مصاحف ايه يعني بالمطبعه، كانت كلها مكتوبه، فتلاقي كل واحد كاتب مصحفه ومحتفظ بيه في بيته. فهمت؟ فما يجي يموت يلاقي اولاده يلاقوا مصحف جدهم وابوهم يقعدوا يقروا فيه ويورثوه للي بعده. واخد بالك؟ عشان كده ساعات الوقت ناس تشتري حتى المصاحف العادية ايه وتتركها كده ايه للناس تتعبد بها علشان ياخدوا ايه الثواب. وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر لايه؟ للناس تشرب، او اجراء نهر او يشق نهر، وتعليم لقرآن كريم. يبقى كل شيخ بيعلم الناس القرآن الكريم، كل تلامذته اللي قاعدين يتلوا القرآن في صلواتهم وفي عباداتهم وفي جلواتهم بياخد، الشيخ اللي حفظه وأجازه بياخد ثوابه وهو ميت في قبره. كويس؟ دي الحكاية دي ناخد بالنا منها. وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. وأركانه، أركان إيه؟ الوقف، يعني الضمير هنا يعود على الوقف. وأركانه 4: واقف اللي هو صاحب المال اللي هيحبسه، واقف، وموقوف اللي هو المال المحبوس، وموقوف عليه اللي هي الجهة اللي هتستفيد، وصيغة اللي هي نص كلام الواقف. يبقى أركانه 4: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة.
قول وهو لغة الحبس، يقال وقفت كذا أي حبسته، قول وشرعا عطف على لغة، قال لك وهو لغة وشرعا، لغة معنى كذا وشرعا يبقى العطف هنا معطوف على اللغة. وقول حبس مال معين قابل للنفع يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى، اللي هو قول حبس، فيه استفاء الشروط والأركان الأربعة، فأشار بالحبس إلى الصيغة وهو يستلزم الواقف والموقوف عليه. وقول مال هو الموقوف، وقول معين إلى آخر بيان للشروط، فخرج بالمعين ما في الذمة والمبهم كأحد عبديه لعدم تعيينهم، يعني في ذمتي 100,000 جنيه وقفا على الأيتام، نقول له ده مش وقف، ما ينفع، لأن دي حاجة في الذمة، لازم تبقى الحاجة دي متعين، واضح؟ أو يقول مثلا إيه، أحد هذين الدارين التي أملكهما وقفا على إقامة اليتامى أو ابن السبيل، نقول له أحد ما ينفعش، لأن ده مبهم، حدد أني دار فيهم، واخد بالك؟ يبقى إيه، لازم يبقى إيه، معين. فخرج بالمعين ما في الذمة والمبهم كأحد عبديه لعدم تعيينهما. وبالقابل للنقل، لما قال قابل للنقل خرج المستولدة والمكاتب، لأن المكاتب غير قابل للنقل، العبد المكاتب اللي هو بيشتري نفسه بأقساط من سيده، واخد بالك، ما ينفعش يوقفه لأنه هو على وشك أن يتحرر ولا يصير مالا، كويس، يبقى ما ينفعش. وكذلك المستولدة اللي هي الأمة الحامل، لأنها يحررها ما في بطنها. والمكاتب كتابة صحيحة لأنهما لا يقبلان النقل، فقول المحشي قيد يخرج به ما في الذمة غير ظاهر، لأنه خرج بالمعين كما علمت، المحشي اللي هو البرماوي قال لك لما قال كده قال بيخرج ما في الذمة، قال له طب اخرج ما في الذمة، كلمة المعين أخرجت ما في الذمة. وأما المكاتب كتابة فاسدة، ما بيقول لك المكاتب كتابة صحيحة ما ينفعش أوقفه، أما المكاتب كتابة فاسدة فيصح وقفه لأنه يقبل النقل لجواز بيعه، واضح؟ وقول يمكن الانتفاع به، أي سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا، كعبد وجحش صغيرين، كعبد وجحش صغيرين دول ينتفع بهم لما يكبروا شوية، يبقى مش شرط ينتفع بهم في الحال، كما سيذكره الشارع. وخرج بذلك ما لا يمكن الانتفاع به نحو الحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه، عنده دابة زمنة يعني عندها شيخوخة لا ينتفع بها، ما ينفعش يوقفها لأن ما فيش نفع من وراءها، بخلاف ما يرجى برؤه، لو عنده مرض يمكن علاجه يمكن وقفه لأنه يمكن يعالج وينتفع به، بخلاف ما يرجى برؤه بزوال زمانته فيصح وقفه. وقوله مع بقاء عينه، أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة، لو أجر. وخرج به ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه. ممكن تقول ايه، هوقف الاشجار دي، الشجر ده ليه مده، ممكن بعد 5 6 7 10 سنين بطل يصنع، ينفع وقف، واخد بالك، لانه هيبقى مده، انما الحاجه اللي حتفنى باول استعمال دي ما تنفعش تبقى وقف، تبقى تخش في الهبه الصدقه، ما تخشش في ابواب الوقف. وقول مع بقاء عينه، أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة، لو أجر. وخرج به بقول مع بقاء عينه دي ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كشمعة للوقود، الشمعة بينتفع بها بس إيه، باستهلاكها، فيبقى خرجت، لما قالك مع بقاء عينه خرجت الشمعة اللي هو إيه، ما يستصبح بها. وريحان مقطوع للشم، والريحان المقطوع للشم برضه حتى يذهب ريحه بعد فترة. وطعام للأكل،
فلا يصح وقف شيء من ذلك، فلا يصح وقف شيء من ذلك، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه كما سيأتي في الشرح. وقول وقطع التصرف فيه معطوف على حبس، عطف تفسير، فهو بالرفع وقطع التصرف. وعبارة الشيخ الخطيب بقطع التصرف فيه بالباء التي للتصوير، فالحبس مصور بقطع التصرف. قول على أن يصرف متعلق بحبس، قول في جهة خير متعلق بيصرف، والمراد بجهة الخير ما عدا الحرام، يبقى أي جهة غير الحرام ولو جهة مباح يبقى اسمها جهة خير، لكن ما تبقاش حرام. وعبارة الشيخ الخطيب على مصرف مباح فيخرج به المصرف الحرام، وقول تقربا إلى الله تعالى أي لأجل التقرب إلى الله تعالى، يبقى ما ينفعش يوقف مال على أن يشترى به دخان للمدخنين، مش كده برضو؟ علشان الدخان ده استقر الأمر على إيه؟ على حرمته، على حرمة استعمال، كويس؟ يبقى ما ينفعش أوقفه على المدخنين. لكن ممكن أوقف هذا المال للنفقة على المدخنين، لا في دخانهم ولكن في إطعامهم، في النفقة على عيالهم، تمشي لأنها تقرب إلى الله برضه، فهمت؟ لكن لا يشترى به دخان ونوزع عليهم، يقف في طابور كل يوم تديهم علبة السجاير والمعز، كل ده على حساب الوقت، وقروا الفاتحة للراجل اللي مات اللي هو الشيخ الشريب ما ينفعش كده، السورة دي ما تنفعش. وقول تقربا إلى الله تعالى أي لأجل التقرب إلى الله تعالى، وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء كما سيأتي في كلام الشارع. ممكن يوقف وقفا على الأغنياء وهم مش محتاجين، يقول لك أصل الغني لما يحتاج ما يرضاش يستلف وما يرضاش يبين حاجته لأنه كرامته تمنعه، فهو شاف الحكاية دي فقام وقفها على الأغنياء، يبقى أي غني محتاج حاجة يروح على الوقفة بل ما يروح يستلف من الناس ويريق دمه، يعني يريق ماء وجهه، واضح؟ كالوقف على الأغنياء كما سيأتي في كلام الشارح. وعلم مما تقرر أنه لا بد من بيان المصرف، لا بد من بيان المصرف، يبقى لازم يبين الواقف هيتصرف فين في أي جهة، فإن لم يبينه كقوله وقفت هذا المصحف أو هذا الكتاب لله تعالى، كما يوجد كثيرا في المصاحف ساعات يكتب لك على المصحف وقف لله تعالى وسكت، ما ينفعش ده يبقى وقف، لازم وقف لله تعالى بمسجد الفلان، يقيده بمكان، فهمت؟ كما يوجد كثيرا في المصاحف والكتب لم يصح، لأن الموقوف عليه ركن في ايه؟ في الوقف. احنا قايلين ان من اركان الوقف ايه؟ واقف وموقوف عليه، فلما يبهم الموقوف عليه كده وقف الله تعالى دون ذكر ايه الموقوف عليه، يبقى العقد ما كملش، لان الموقوف عليه ركن، فاذا لان الموقوف عليه ركن فاذا فقد يعني الموقوف عليه بطل الوقف بخلاف الوصيه، فاذا قال اوصيت بثلث مالي لله تعالى صحت وصيته وتصرف بعد موته للفقراء وفي وجوه الخير. يبقى دي ايه؟ فرق بين الوقف والوصية، ان الوصية لو لم ينص على الجهة صحت، والوقف لو لم ينص على الجهة بطل، خدت بالك؟ قوله وشرط الواقف، لعله اقتصر على شرط الواقف اهتماما به، وشرط الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه، بالمراد صريحه او صريحة، عندك ايه؟ ها؟ تنفع تقول صريحه يعني صريح اللفظ، ممكن تقول صريحة صفة للصيغة،
تنفع الاثنين، لكن انا عندي ايه بالهاء، يشعر بالمراد صريحه، صريحه يعني اللفظ الصريح بقى، هيديك امثله لللفظ الصريح، صريحه كوقفت وسبلت وحبست، يبقى سبلت يعني سابها سبيل، او يقول وقفت او حبست، يبقى دي صيغ صريحه في الوقف، اما يقول سبلت حبست وقفت كل دي صيغ صريحه في الوقف. كذا على كذا، وقفت كذا على كذا، المال الفلاني على الجهة الفلانية، وتصدقت بكذا على كذا، صدقة مؤبدة زي ما يقول صدقة جارية تمشي بقى، أو محرمة يعني حرمت هذا المال، أي حرمت بيعه على أن ينتفع به في الجهة الفلانية، يقول حرمته، خد بالك، أو محرمة أو موقوفة، أو هي موقوفة، أو لا تباع ولا توهب، وجعلت هذا المكان مسجدا، وكنايته، كل دي ألفاظ صريحة، والألفاظ الكنائية بقى اللي تحمل معنى الوقف وليست صريحة في الوقف، زي برضو في أبواب الطلاق نجي إيه ألفاظ صريحة في الطلاق وألفاظ إيه طلاق كناية، مش كده برضو؟ وكنايته اللي هي الألفاظ الكنائية للوقف، كحرمت وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء، وألحق الماوردي باللفظ ما لو بنى مسجدا بموات بنية المسجد، يعني قال لك ألحق الفعل اللي هو البناء ألحقه بإيه؟ باللفظ إنه وقف. لو كان هذا المسجد في مكان ميت، مكان يعني احيا المكان المودة ببناء مسجد، يبقى المسجد ده وقف خلاص، يبقى الفعل نفسه ده في حد ذاته يدل على انه ايه لا يمتلك هذا المسجد، بل صار وقفا لله تعالى لانه جعله في موات، واخد بالك، ما لو بنى مسجدا بموات بنية المسجد، مش بنية السكن ومسجد ملحق بالسكن، ما ينفع، يبقى هنا مش وقف، واضح. ويشترط قبول الموقوف عليه المعين فورا بخلاف غيره، لو اوقف المال ده على ابن اخيه وابناء ابناء اخيه مثلا، يوم يشترط ان ابن اخيه هنا يقول قبلت، لانه هنا معين واضح يقدر يقبل، واضح. ويشترط قبول الموقوف عليه المعين، لأنه عينه حدده فورا علشان ما يبقاش في تراخي، لأن احنا عندنا في الصيغة إيجاب وقبول، الإجابة اللي هي إيه؟ اللي هي لفظ الواقف، والقبول يكون من الطرف الآخر ولا يكون بينهما فاصل، فتبقى فورية، زي برضو في الزواج يشترط في صيغة الزواج الإجاب والقبول الفوري، مش مثلا يقول له زوجتك ابنتي، يجي له تليفون في المحمول في اللحظة دي، يرد ويقعد يتكلم نص ساعة، بعد ما يتكلم نص ساعة يقول معلش يا انكل لا مؤاخذة قبلت، نقول له لا دي الصيغة دي ما تنفعش، عيد من أول وجديد، فهمت، يقول الإجابة تاني ويقول القبول تاني، ليه؟ علشان قطع الموالاة، واضح؟ عشان كده ما يصحش بعض المأذونين ما يعرفوش الحكاية دي، يقوم إيه يزود قوي الكلام اللي بيقوله قبل ما يقول قبلت العريس، التاني يقول له زوجتك ابنتي، كويس، يوم التاني المأذون يقول له قول وراي بسم الله الرحمن الرحيم اني استخبت الله تعالى وعزمت على ان اقبل منك زواج ابنتي، طب وليه بقى المقدمه دي؟ دي فاصل قد يضر، على مذاهب كثيره قد يضر، فالمأذون المفروض يبقى عنده فقه ويعمل العقد صحيح على كل المذاهب، فهمت ازاي؟ يبقى المأذون عنده فقه، لازم الحكايه دي، لان انا بحضر بعض الافراح بتضايق قوي من الحكايه دي، يقعد يقول له مقدمه وساعات كمان يدخل فيها كمان صلاه على النبي وذكر لله ومش عارف ايه واشهد الحاضرين وكل ده لسه ما قالش قبلت، طب ما يقول قبلت الاول، قبلت زواج ابنتك بعد استخاره الله تعالى، يبقى حط قبلت الاول، حلوه جميله،
وقول بعد كده كل اللي انت نفسك فيه، ما جراش حاجه. افرض نفسك تقول حاجه قولها، بس الاول يقول قبلت فورا عشان ما يبقاش في ايه فاصل. ويشترط قبول الموقوف عليه المعين فورا بخلاف غيره كالجهة، فلا يشترط القبول لعدم تأتيه، يعني خلاه ايه للفقراء، جهة الفقراء. طب مين الفقراء دول؟ هجيب بقى مين هم اللي يقولوا قبل. يبقى هنا دي جهة لا يشترط بقى فيها القبول لانها جهة معنوية يعني، وليست جهة معينة. فلا يشترط القبول لعدم تأتي، ويشترط التنجيز. التنجيز ما يقولش مثلا ايه التنجيز، يعني يبقى ناجز في الحال، لا هو معلق ولا هو يعني لا علقه على زمان معين ولا علقه على مشيئة ولا علقه على شرط، يبقى ده غير منجز. لازم يبقى ناجز يعني غير معلق على زمن. ويشترط التنجيز، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء لم يصح، لأن يبقى دي اسمها نية من الصيغة بقى. لما يقول كده ده ناوي، لكن علشان يوصل بقى عقد يبقى ساعتها عند اللحظة يبقى يقولها تاني كويس. ومحله فيما لا يضاهي التحرير، أي يشابهه. محل التنجيز ومحل القبول الفوري فيما لا يضاهي يعني لا يشابه التحرير، تحرير الرقاب يعني العتق يعني. يعني ايه؟ لأن العتق مثلا، العتق ما هي قربة لله سبحانه وتعالى، بتتقرب إلى الله بأنك أنت تحرر هذا العبد إلى غير مالك. لكن الوقف بتوقف المال على مالك اخر، على منتفع اخر، فاهم؟ تحرير مفيش. علشان كده التحرير يتم بالرغم ان مفيش نقل ملك من ملكيه الى ملك اخر. ليه؟ طب وليه احنا خالفنا القاعده؟ خالفنا القاعده لتشوف الشارع للعتق، فاهم؟ لتشوف الشارع للعتق قلنا كده. وكذا المسجد، المسجد لما يقول وقفت هذا البناء ليكون مسجدا لله تعالى، ما يشترطش بقى ايه نسمع من حد قبلت، لانه صار لا تملكه جهة بعده، بل هو ملكية عامة لكل المسلمين. فيبقى ما يشترطش هنا في الحالة دي قبول، واخد بالك ازاي؟ يبقى الحاجات دي كلها فيما لا يضاهي التحرير، يعني فيما لا يشبه التحرير. اما ما يشبه التحرير كالمسجد او العتق لا يشترط القبول ولا التنجيز، فهمت بقى؟ فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صح كما ذكره ابن الرفعة، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. يبقى المسجد والعتق الرقبة ما يشترطش فيها الحاجات دي، وعلشان كده لو حتى ما نجزت تنفع في المسجد وتنفع في العتق، لكن ما تنفعش في إيه؟ في جهة الوقف على حد معين، وهي ايه معلقة او غير منجزة. واضح فهمت الكلام؟ فلو قال اذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا، اهو علقه على زمن اذا جاء رمضان. لو قال اذا جاء رمضان فقد وقفت هذا المال على فلان لا يصح وقف. لكن لو قال وقفت هذا ليكون مسجدا يصح وقفه. واضح للفرق بينهما ايه؟ ان المعين لابد ان يقبل، ولابد ان تكون الامر ناجز في الحال غير معلق. اما الجهة التي لا ملك فيها وهي المسجد، لانه بقى ملك لله تعالى، فلا يشترط فيها التنجيز ولا لا يفسد العقد الوقف فيها التنجيز ولا التعليق. واخد بالك؟ عدم التنجيز يعني والتعليق. ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، لأن لو علقه بالموت بقى وصية،
لو علقوا بالموت قال بعد وفاتي ما بقاش وقف، بقت وصية، لأن الوصية هو تصرف فيما بعد الموت، ويشترط في الوصية شروط إنها تبقى ما تزيدش عن ثلث ماله، فإن زادت عن ثلث ماله لازم بإذن الورث. نخش بقى في أبواب الوصية، مش هنفتح باب الوقف. لو علقها بالموت نفتح الباب بقى بتاعها فين؟ في باب الوصية مش في باب الوقف. واضح؟ ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، فلو قال وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح، وكان وقفا له حكم الوصية، فيصح الرجوع عنه لقول القفال إنه لو عرضه للبيع كان رجوعا. يبقى لما يبقى يعلقه بالموت يبقى وقف، ولكن يصح وصية ولا يصح وقف. اللفظ وقف، واخد بالك؟ فانا يجي بقى الفقيه يقول لك ده اللفظ ده خطا، ده دي وصيه، فيصح وصيه، ويبقى اللفظ ده ما اقولوش عيده تاني وخليها وصيه. واضح؟ لا ما يفسخش، يعني هنفذها بس هنفذها بباب الوصيه، ولما يصح وصيه يبقى لازم يكون في حدود ثلث ماله. لكن لو الوقف بقى، لو توقف ماله كله يصح، مش مقيد بالثلث، انما الوصيه مقيده بالثلث حد اقصى. فهمت بقى الفرق؟ فلو صح وقفا يبقى يصح التصرف في كل ماله، بس لو قيده بالموت يبقى لا يصح الا في ثلث المال. واضح؟ والثلث كثير زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء، يعني وقف في الحال اهو، نجزه يعني ايه؟ يعني لم يعلقه. ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت جاز، كما نقله الزركشي. دي مسائل تانية بقى ايه اثارها الفقهاء. قال لك طب افرض هو قال هذا وقف لله تعالى من الان على ان ينفق بعد ما وفاتي، فهمت؟ يعني وقف الحال. ففي بعض العلماء قال لك طالما علقه لما بعد الموت يبقى وصي ولا يصح وقف. بعض العلماء قال لك لا، طالما نجزه يبقى يصح وقف، واخد بالك؟ ولو استغرق ماله كله. واضح؟ ده الزركشي ومن وافقه، هو بيجيب لك كل الصور اللي فيها بعض الخلافات اللي بين العلماء. ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت جاز، كما نقله الزركشي عن القاضي حسين. ويشترط أيضا عدم التأقيت، فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة بس لم يصح لفساد الصيغة، ما لم يتبعه بمصرف. يعني إيه؟ لو قال وقفت ذلك على الفقراء سنة وبعد ذلك ينفق على تأسيس المساجد، تنفع دي، لأنه خلاها سنة لجهة وبعد كده نص على جهة تانية، تنفع. لما يقول وقفت على الفقراء سنة وسكت وما نصش على جهة بعدها نقول له ده ما ينفعش. واضح؟ لأنها مؤقتة. وإلا كأن قال وقفت كذا على زيد سنة، زيد ده يعني إنسان معين، ثم على الفقراء صح، وهذا فيما لا يضاهى. زي يقول لك مثلا وقفت هذا المال على النفقة على ابن أخي اليتيم حتى يتخرج من الجامعة ويتزوج، فإن تخرج وتزوج فهو للفقراء بعد كده، ينفع ده وقف، يفضلوا ينفقوا منه على الواد لحد ما يكبر ويتخرج ويجوزوه، أول ما يتجوز زال انتفاعه ويبقى ينتفع من المال ده مع باقي الفقراء، ما يبقاش خاص بيه بقى. إذا كان في صفة الفقر يبقى ينتفع، لدرجة إن الواقف نفسه لو افتقر يروح ياخد إيه؟ مع الفقراء، يقف طابور في الوقف بتاعه وينتفع بما أوقفه على الفقراء، لأنه صارت فيه الصفة التي شرطها. فهمت؟ فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة لم يصح لفساد الصيغة ما لم يتبعه بمصرف. وإلا كأن قال وقفت كذا على زيد سنة ثم على الفقراء صح،
وهذا فيما لا يضاهي التحرير، يعني لا يشبه التحرير اللي هو تحرير الرقاب يعني. أما ما يضاهيه يعني يشبه تحرير الرقاب كالمسجد والرباط، لأن المسجد وقف مال إلى غير مالك، إلى غير مالك. كذلك تحرير الرقبة وهو تصرف في مال إلى غير مالك، مش كده برضو؟ كالمسجد والرباط، والرباط اللي هي زي المدرسة الوقتي والجامعة وغير ذلك، أماكن التعليم يعني التي فيها ملحق بها أماكن إقامة داخلية، زي يعمل جامعة وليها مدينة جامعية يسكن فيها الطلبة لحين الانتهاء من الدراسة، سموها الرباط. يبقى مكان دراسي ملحق به أماكن إقامة اسمها رباط. كويس. والمقبرة كقوله جعلته مسجدا سنة، فإنه يصح مؤبدا ويلغو التأقيت، زي في تحرير الرقبة يقول له أنت حر سنة، يعتق وعلى التأبيد، ويبقى الشرط الزائد ده فاسد لا ينجر إلى فساد العقد. ليه بقى في التحرير؟ لتشوف الشارع إلى العتق، يقوم نجبرها. فهمتني بقى إزاي؟ كقوله جعلته مسجدا سنة، فإنه يصح مؤبدا ويلغو التأقيت ويشترط الإلزام. فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار له أو لغيره، أو أن يدخل من شاء، أو أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، لم يصح بخلاف العتق. فإذا اعتقه بشرط الخيار أو الرجوع فيه متى شاء أو نحو ذلك صح على الراجح، خلافا للرافعي لقوة العتق دون الوقف، لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة، وشرط الموقوف عليه إن كان معينا إمكان تملكه للموقوف في حال الوقف عليه. فلا يصح وقف عبد مسلم، لازم الموقوف عليه يبقى ليه ذمة مالية منفصل، لازم الموقوف عليه تبقى جهة لها ذمة مالية منفصل لو كان معين. فما ينفعش أوقف على عبد، لو وقفت على عبد مين اللي يتملك الانتفاع؟ سيده، لأنه هو اللي بينفق عليه. فاهم؟ لأنه العبد ملوش ذمة مالية. وشرط الموقوف عليه أن إن كان معينا إمكان تملكه للموقوف في حال الوقف عليه، فلا يصح وقف عبد مسلم ونحو مصحف على كافر، لأن الكافر لا يتملك المصحف والكافر لا يتملك العبد المسلم. واضح. ولا يصح الوقف على جنين لعدم صحة تملكه، لانه لسه ما انفصلش، الجنين ده اللي هو بطن امه ملوش ذمة مالية، لا يملك، فما ينفعش اوقف حاجة على الجنين لعدم صحة تملكه، سواء كان مقصودا ام تابعا، حتى لو كان له اولاد وله جنين. لو كان مقصود الجنين لا يصح، ولو كان الجنين تابعا، قال وقفت هذا على اولاد فلان واحدى زوجاته حامل، يبقى اولاده اللي موجودين دلوقتي واللي في البطن ده ما دخلش. فهمت؟ لانه هنا تابع، وفي المثال الاول كان مقصود، وفي الحالتين ما يصحش. فهمت بقى؟ سواء كان مقصودا ام تابعا، حتى لو كان له اولاد وله جنين، لم يدخل الجنين يعني. نعم، إن انفصل دخل معهم، لو انفصل دخل معهم إلا إن سمى الأولاد الموجودين دول بس. واخد بالك؟ لو قال وقفت هذا المال على أولاد فلان فلان وفلان وفلان، نص على أسمائهم، يبقى الجنين اللي هيولد بعد له خرج، لكن لو ما نصش على الأسماء يدخل تاب. واضح؟ كل دي صور يعني. إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل، كما قاله الأزرعي. كل الحاجات دي كانت بتعرض عليهم قضايا، على فكرة العلماء دول كانوا بيبقوا قضاة بيفصلوا في قضايا، تعرض عليهم في نصوص وقف، فيلاقي بعض الأوقاف فيها نصوص غريبة،
يبتدي يطلعها يفرعها على المذهب وياخد لها حكم ويذكرها في الحواشي. فمعظم تملي الحاجات دي كلها تلاقي ايه قضايا تعرضوا لها وذكروها في الحواشي، واخد بالك؟ ولا على ميت، لانه لا يملك، ما ينفعش اقول وقفت هذا على الميت الفلان، لكن على زوار الولي الفلاني اللي مات تنفع. تقوم تيجي تزور الوالي الميت ده تلاقي ايه بيعدوا طعام للزوار اللي جايين من الوقف، ينفع، لان الوقف هنا على الزوار مش على الميت، فهمت؟ لان الميت ما بياكلش. ولا على ميت لانه لا يملك، ومنه الوقف على المشايخ، منه الوقف على المشايخ اللي ماتوا، يعني وقف على الشيخ فلان ما ينفعش، لكن وقف على ايه؟ على الصرف على مصالح ايه المقام الفلاني، يوم ايه يصلح الحيطان، يجيب الانوار، يعين حراس للمكان، يغير فرش المكان، لان دي مصالح، يجيب مثلا اي طعام او اكرام للزوار، كل ده يمشي، لأنه لا يملك ذا الميت. ومنه الوقف على المشايخ إلا أن إن أراد الصرف على مصالحهم، ولا على أحد هذين الشخصين، برضو ما ينفعش لأنه هنا مبهم، ما ينفعش يوقف على أحد هذين الشخصين، لازم يعين لعدم تعين الموقوف عليه. ولا على العبد لأنه لا يملك هذا، إن أراد نفس العبد، فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده، فيصح إن كان لغيره، وإن كان له لم يصح. فإن أطلق الوقف عليه، أطلق الوقف على العبد يعني، فيبقى وقف على سيده، فيصح إن كان لغيره، وإن كان له لم يصح، لأنه يقع للواقف. فإن أطلق الوقف عليه يعني على العبد فهو وقف على سيده فيصح، إن كان مش هو سيد العبد، إن كان العبد ده لغيره، أما إن كان لنفسه فما ينفعش يوقف على نفسه، فهمت؟ خد بالك العبارة عشان العبارة فيها إيه لفتة دقيقة كده في اللغة يعني. فإن أطلق الوقف عليه، قال الوقف ده هذا المال وقف للعبد الفلاني، يصح وينصرف إلى سيده ما لم يكن هو الواقف هو سيد العبد، فهم؟ واضح؟ ليه؟ العبد ده عبد، أنا أملكه، سيده، أنا سيده، وقفت عليه مالا لا يصح لأنه حيقول إلى سيده، لكن أنا مش سيده، العبد ده ملك جاري فوقفت عليه صار الوقف لسيده، سهلة بس، يصح الوقف ما لم يكن ايه لسيده، سهلة الحكاية، ما لم يكن هو سيده، فهم؟ خلاص ما تسألش، انا ما عرفت العبارة دي كفاية، الحمد لله نفدت اهو. فهو وقف على سيده فيصح إن كان لغيره، وإن كان له لم يصح، فهمت بقى العبارة؟ اتفكت العبارة؟ يقول لك فك العبارة، الحمد لله، لأن ساعات تبقى العبارة مبهمة كده داخلة ببعضها. وإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف، وإن كان الموقوف عليه مبعضا، افرض بقى العبد ده مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، يعني العبد ده كنت انا املكه انا وصديق لي، فجيت في نصيبي حررته، كويس؟ فبقى العبد ده محررا، بعضه حر وبعضه عبد، يسموه المبعض، كويس؟ ولا على العبد لأنه لا يملك هذا، إن أراد نفس العبد، فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده فيصح إن كان لغيره، وإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف، وإن كان الموقوف عليه مبعضا
فإن كان هناك مهايأة، مهايأة يعني إيه؟ يعني مبعض، المبعض ده كان بيخدمني يوم ويخدم الملك الآخر يوم، يبقى في بيننا مهايأة، كويس؟ مهايأة يعني في نبطشيات بلغة المصريين دلوقتي، يقول لك ليه يوم عند فلان ويوم عند فلان لأن هما الاتنين يملكوه مناصفة. طب افرض واحد يملكه التلتين والتاني التلت، يبقى يومين عندي والتالت عند فلان. طب انا بملك تلات ارباعه، يبقى تلات ايام عندي والرابع عند فلان، يبقى هنا في مهيئة. خدت بالك؟ فان كان هناك مهيئة وصدر الوقف في نوبته فكالحر. جيت انا وقفت هذا على العبد اللي هو ايه المبعض ده في نوبته، وهو نوبتي انا اللي انا حررته واعتقته، يصح له في نوبته لان له نوع تملك. فهمت ازاي؟ لو كانت في نوبة غيره يبقى ايه تروح لصاحبه. فهم؟ الحمد لله على اي حال الامثلة دي كلها ما بقتش موجودة لان ما عندناش عبيد، ما بقاش فيه عبيد، لكن هي ميزتها اما بتدرسها وتفهمها بتربي فيك بس الحس الفقهي، ازاي تستنتج وازاي تفكر وازاي تقيس، فهي تدريب ذهني للملكة الفقهية. في ناس ما يقولك ما فيش عبيد خلاص يروح شاطب على دي ويقعد يشطب لحد ما الورقة تتقطع، ما ينفعش الطريقة دي. ما ينفعش، في طلبة كده فاسدين طلبهم للعلم بطريقة فاسدة، فانا ما بيطلعش عالم عمره ولا ينفع في حاجة، لان ممكن تيجي لك الابواب دي اللي هي متعلقه بالعبيد تفتح لك معاني تستعملها في عقود طرأت في العصر الحديث وما كانتش ايه موجوده زمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زمان مثلا قال ايه؟ لا يصح ان الانسان يضرب الرق على نفسه، حرام من الكبائر، يروح يبيع نفسه السوق الرقيق ويضرب على نفسه الرق، ما ينفعش، لا يصح. طيب اهو ده فصله متعلق بهذه المسألة. طب تعرف ان ليه تطبيق في العصر الحديث؟ بيع الاعضاء، ما لا يصح بيعه كله يبقى لا يصح بيع بعضه، ثم تستنتج على طول لا يصح بيع بعض اعضائه. جبتها منين؟ من المسألة دي، مع المسألة دي ماتت بس بقت في العصر الحديث تقيس. فهمت بقى؟ ان ممكن ايه تفيدك اما تعرف فقه المتعلق بالعبيد والاماء، يفيدك في العصر الحديث في قضايا اخرى جديدة، لان ما لا يصح بيع كله لا يصح بيع بعضه، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته. نقوم نقول كمان حتى التبرع بالاعضاء لا يجوز. طب ليه؟ بناء على هذه المسائل كلها جاية وراء المسألة. فلان في بعض الفقهاء اللي غاب عنهم هذا في العصر الحديث اللي هو فقهم ضعيف، أجاز التبرع للأعضاء ولم يجز البيع. نقول له بل بالعكس، التبرع هبة والهبة فرع من فروع البيوع، فما لا يصح بيعه لا يصح هبته. واخد بالك؟ فإذا قلت لا يصح بيعه يبقى لا يصح هبته. منين استثنيت الهبة؟ واضح؟ فهمت المسائل؟ وعلشان كده ممكن تقرأ في أبواب الإماء والرقيق أحكام وتتصور ان ملهاش ايه في الواقع، لكن لما توسع مخك تلاقي ان لها تطبيق في الواقع، بس انت اللي مش واخد بالك. عشان كده كان الازهر القديم كان يعلم الطلبه ابواب العتق وابواب الايماء والمكاتبه والمبعض والمدبر، وهو كان العتق انتهى، العتق انتهى سنه 1850 ميلاديه، ما بقاش في عتق. برغم كده فضل الازهر الشريف يعلم الناس فقه العتق ومش عارف ايه والحاجات دي، لان بينبني عليه استفادة في الاجتهاد في الأمور المعاصرة. واضح؟ فما فيش حكاية بقى ده لاغي وده مش مهم وده مش موجود ويقعد ايه شطب على نص كتاب الفقه. فعش الطريقة دي غلط، دي ما تطلعش فقيه، لكن تطلع واحد معاه شهادة ينجح وياخد ايه ويلبس العمة ويبقى إمام مسجد أو مأذون أو أي حاجة، لكن ما يبقاش عالم، أو يقعد على تربة يقرأ الأموال ما يجراش حاجة لكن ما يبقاش عالم. ليه؟ لانه ذاكر بطريقه غلط. فهمت؟ ويصح وصدر الوقف
فإن كان هناك مهيأة كل ده في المبعض اللي هو بعضه حر وبعضه إيه؟ عبد. وصدر الوقف في نوبته فكالحر، نوبة اللي أعتقه أوقف عليه في نوبة المعتوق، فالمعتوق ده في النوبة دي حر، يبقى يصح الوقف على الحر. واخد بالك؟ أو في نوبة سيده فكالقن، يقول إلى سيده. واضح؟ والقن اللي هو ايه؟ مقابل المبعد اللي هو العبد الخالص، عبد 100%، انما المبعد جزء عبد وجزء حر. وان لم يكن مهيأة وزع بحسب الرق والحرية، ما كانش فيه مهيأة يبقى بحسب الرق، نسبة الرق قد ايه ونسبة الحرية قد ايه لو ما كانش فيه مهيأة. طيب نصف حر ونصف عبد، لكن ما كانش فيه مهيأة، يبقى ايه؟ يصح نصف الوقف له. واخد بالك ازاي؟ والنصف الاخر لسيده. فهمت ازاي؟ وزع بحسب الرق والحرية. ولو وقف مالك المبعض بعضه الرقيق على بعض، على بعضه الحر، صح. ولو وقف مالك المبعض بعضه الرقيق على بعضه الحر، صح. يعني انا دلوقتي املك هذا العبد المبعض، كنت انا وانت نملكه، جيت انت حررته، فانا املك هذا العبد المبعض. واخد بالك ازاي؟ فاوقفت عليه، مش اللي حرره هو اللي اوقف، هنا المثال اتغير، اللي بيوقف هو اللي يملك المبعض. فهمت ازاي؟ فبيقول هنا ولو وقف مالك المبعض بعضه الرقيق على بعضه الحر، صح، لان بعض الحر يملك. فهمت ازاي؟ فاوقف بعضه العبد ده يمعو بديته، بيشتغل بيكسب المال اللي بيكسبه، يمعو بديته ده. طب مين يستفيد بيه؟ انا مش عايز اخده منه، خلاص وقفته عليه هو، يوم ما يشتغل يوم عبوديته، بدل ما يرجع لي المال انا استفيد بيه، ياخده هو ينفقه على نفسه في يوم حريته. واضح؟ فهمت الصورة؟ لا، دي صورة تانية غير بقى المهيئة التانية، احنا هنا اتغيرت، الواقف هنا هو المالك اللي المبعض. الصورة الاولانية الواقف هو الذي حرر. فهمت؟ غيرنا الصورة بقى. انت ويصح الوقف على المكاتب ويستمر على العتق. المكاتب ده اللي هو العبد اللي بيشتري نفسه بأقساط من سيده. يصح؟ لا يصح وقفه هو نفسه، لأن لا يصح إيه؟ نقله، لأنه خلاص ده مرتبط بعقد. واضح؟ لكن يصح الوقف عليه باعتبار المآل، لأنه ممكن المال ده ياخده يدفع أقساطه، ولما يتحرر يتملك الموقوف عليه. واضح؟ ويصح الوقف على المكاتب ويستمر بعد العتق إن أطلقه. لو أطلقه يعني قال له إيه؟ قال هذا المال وقف على عبد المكاتب وأطلقه كده، يبقى معناه يصح عليه في الحال وإلى ما بعد حريته. طب افرض قيده، قال هذا المال وقف لعبد المكاتب حتى يتحرر، هنا قيده، خدت بالك؟ بمدة معينة. ويستمر بعد العتق إن أطلقه، فإن قيده بمدة الكتابة كان منقطع الآخر، يبقى وقف صحيح منقطع الآخر. طب وصححنا ليه مع إن إحنا قايلين إن لا يجوز التأقيت في الإيه؟ في الوقف. قال لتشوف الشرع للحرية. نقوم نخالف القاعدة من اجل اننا نعين المكاتب ان هو ايه؟ زي برضه اما تيجي تقول ان العبد اشترى واحد حر اشترى ابيه. كويس، ابوه ضربت عليه العبوديه. فراح الولد ده، والولد ده غني، سمع ان ابوه في سوق الرقيق،
فيروح يشتريه. احنا عندنا عقد البيع عقد نقل ملكية، والقواعد بتقول ان الفرع لا يملك اصله ولا الاصل يملك فرعه، واضح؟ فعلى القواعد نقول ما ينفعش تروح تشتري ابوك، فهمتني ازاي؟ على القواعد. لا، يقوم ايه يقول لك نخالف القواعد ونعمل حاجة اسمها اللحظة اللطيفة. اللحظة اللطيفة اللي هي ايه؟ نصحح العقد لحظة لطيفة ثم يعتق عليه في الحال، عشان تنتقل الملكية لحظة لطيفة نصحح بها العقد لتشوف العقد الشارع للحرية، فهمت؟ نقوم نقول له خلاص روح اشتري ابوك، بس هو هيعتق عليك في الحال، هيعتق عليك في الحال، لان ما ينفعش تتملكه وبعدين تعتقه، لان بمجرد دفع ثمنه عتق في الحال، لان لا يصح ان يبقى الفرع يملك ايه اصله. فقال لك طب ما هو كده ما انتقلش الملكيه، يبقى ده عقد فاسد. قال لك لا، نصححه باللحظه اللطيفه. اللحظه اللطيفه اللي هي لحظه غير مدركه، فهمته سكند على مذهب احمد زويل، كان في لحظه غير مدركه من الزمن، لحظه لطيفه، غمضه عين تملكه وفلت من تحت ايده بقى احوال، يسميها الفقهاء اللحظه اللطيفه، فهمت ازاي؟ برضه ده لتشوف الشارع الى الايه؟ العتق. لكن اما تقيس على القواعد تقول ده عقد ما ينفعش، فهمت بقى ازاي؟ وسيأتي حكمه. فإن عجز نفسه بأن بان أنه منقطع الأول، يعني وقف المال ده على المكاتب، المكاتب لو عجز عن سداد الأقساط فضل عبد، فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي فإن عجز يبقى منقطع الأول، بان أنه منقطع الأول، يعني ايه؟ يعني لم يصح على العبد وكان لسيده، واضح؟ ولا على مرتد وحربي، لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما سواء ذكرهما باسمهما أو وصفهما. ولا على مرتد وحربي لأنهما، المرتد والحرب ما لهمش دوام، المرتد ده على وشك يحكم عليه القاضي بأنه حلال الدم، كويس؟ يبقى ده لا دوام، ما ينفعش توقف عليه. وكذلك الحرب لا دوام له، في أي لحظة يطلع عليه واحد في حرب العصابات يروح قتله، فما ينفعش أعتق على واحد، يعني إيه أوقف على واحد حرب لا دوام لهما، يعني حياتهم في خطر، حياتهم في خطر. واحد مثلا مقبوض عليه وبينظر ليه الحكم وعلى وشك يحكموا عليه بالإعدام، ما ينفعش أوقف عليه لأنه لا دوام له، واضح؟ سواء ذكرهما، حرب يعني زي اليهودي دلوقتي، اليهودي اللي موجود دلوقتي في البلاد العربية ده اسمه حرب، بيحاربنا، مش كده برضو؟ الأمريكي اللي موجود جوه العراق ده حرب، الأمريكي اللي قاعد في واشنطن ده مش حرب، ده قاعد في بلده، فهمت؟ لكن قاعد في بلدنا بيغزوها يبقى ده حرب، وانا مطلوب ان انا ادافع عن بلدي يبقى اتربص بيه واروح اكله عشان يزهقوا مننا ويسيبوا لنا بلادنا، فهمت ازاي؟ ده اسمه حرب سهله، خلاص اتفرج على قناه الجزيره تشوف الحرب مين غير الحرب، تلاقي الاخبار كلها تعرف مين الحرب ومين مش الحرب. اي القواعد الحربيه اللي في الدول العربيه، امريكا مثلا دي قواعد حربيه في الدول العربيه، إذا كانت القواعد الحربية دي بناء على اتفاقات دولية تراع، مفيش اتفاقات دولية عاملاها غزو، يبقى برضه قاعدة تحارب، ممكن الجيش يعمل حروب عصابات ويروح يفجرها لك زي ما كنا بنعمل كده أيام الإنجليز وهم محتلين، ويطلعوا الفدائيين في بورسعيد يفجروا معسكرات الإنجليز، مش كانوا بيعملوا كده؟ لأنهم كانوا كده. لكن الوقت بقت القواعد الحربية دي أحيانا تكون بناء على اتفاقات دولية، فخلاص يبقى ولا يقصد بها الاحتلال، ده يقصد بها تزويد بالوقود في الرحلات بتاعتهم، فهمتني بقى ازاي؟ ممكن بقى هنا الحكام المسلمين يشترطوا ان القواعد الحربية دي لا تعين
الكفار على أن يمونوا لضرب مسلمين آخرين، أشرف عليه كده. إنما لو في حرب بينك وبين واحد غير مسلم، تعالى مون عندنا يا عم، واطلع اضرب الروس، ما يجراش حاجة، مالناش دعوة. فهمت؟ يعني لازم بقى ايه، حكام المسلمين يراعوا مثل هذا، حتى لا يراق دماء المسلمين بسبب ايه، اتفاقاتهم. عايزين نخلص الفقرة عشان نقيم الصلاة. فممنوع الأسئلة. بخلاف ذمي معين، ذمي اللي هو غير المسلم برضه بس عايش في بلاد المسلمين، يمكن انك انت توقف عليه، ممكن توقف عليه، تقول هذا المال وقف للنفقة على يتامى المسيحيين اللي عايشين في مصر، ينفع وقف، ينفع، ما يجراش حاجة لانهم مش حربيين. فهمت؟ بخلاف ذمي معين فيما يمكن تمليكه له ولا على الشخص نفسه، ما ينفعش اوقف هذا المال اللي هو مالي وقفا عليا، ما هو تحصيل حاصل، طب ما هو مال، ايه بقى التلاعب ده؟ فهم؟ فما ينفعش يوقف على نفسه. خلافا للامام ابي حنيفه، الامام ابو حنيفه اجاز، قال يجوز ان يوقف على نفسه ان كان ايه، توفرت فيه الشرط، يعني يقول هذا المال وقفا عليا ان احتجت اليه، فصار هنا شرطه. الامام ابو حنيفه يجيز هذا، الصوره دي يجيزها الامام ابو، غيره ما يجيزهاش، لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال. يعني ينفع تبيع لنفسك ما تملكه؟ يعني أنت تملك السيارة تبيعها لنفسك؟ طب ما هي ملكك، فاهم؟ ما ده تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال، إلا إذا قال على أعلم أولاد أبي وهو أعلمهم. لو شاء، لو قال وقف على اعلم اولاد ابي اكثرهم علما، هو اعلمهم، يصح في ايه، في الصوره دي، في الصوره دي، بحيث ان لو احد اولاده اولاد ابيه صار اعلم منه انتقل اليه. واضح؟ يبقى هنا ما تملكوش بصفته مالك، تملكوا بصفه موصوف بصفه. واضح؟ إلا إذا قال على أعلم أولاد أبي وهو أعلمهم، ولا على بهيمة مملوكة. ما ينفعش يبقى يوقف زي في أوروبا، بيوقف ساعات ماله كله على الكلبة بتاعته، مش كده برضو؟ تلاقي يجيب لك ساعات صور، يقول لك الكلبة دي مليارديرة لأن صاحبها أوقف عليها مليارات، وتلاقي بقى إيه، يعني الكلبة دي عايشة في قصر، والقصر ده مليان خدام كله بتوع الكلب، واخد بالك، بيخدموا في الكلب، مرتبات وإيه، كل ده عشان الكلب. أي الصورة دي في الإسلام ما ينفعهاش، ما ينفعش الوقف على البهيمة، واخد بالك إزاي، ولا على الحاجات اللي زي دي، لأنها لا تملك، ولا على بهيمة مملوكة لأنها ليست أهلا للملك بحال. لكن ممكن يبقى وقف على إيه، على بهائم غير مملوكة. كان في وقف هنا في الجمالية ولحد دلوقتي، وقف إيه، لسقي الكلاب، موجود في الجمالية ورا سيدنا الحسين، كان معمول من زمان. الكلاب الضالة دي بيبقوا غلابة خالص، قاعد طول النهار بيلف مش لاقي يشرب، فقاموا ايه، جابوا لك مسقة هناك كده في الجمالية، قال ده دي وقف لسقي الكلاب الضالة، اجازها العلماء، واخد بالك، ده لانها في كل كبد رتبة اجر، في كل كبد رتبة اجر. واصبح بقى يبقى في راجل ساقي كل يوم يملى الاواني اللي هيجي الكلاب الضالين دول، بيبقوا عارفين اماكن دي الميه، كل ما يعطش يروح على طول يشرب. طب ما هو لو راح يشرب ولقى الانيه فاضيه، طب يبقى مش هيشرب، يقوم ايه، مقابل هذا الوقف يبقى الراجل اللي بيملى ياخد مرتبه، والقربه لما تتقطع تشتري له قربه، كل ده من مال الوقف. فهمت ازاي؟ انما على الكلب لايكا نفسه، او القطه بسبس، ما ينفعش، لان القطه بسبس دي لا تملك ذات. فهمت ازاي؟ لأنها ليست أهلا للملك بحال إلا إن قصد مالكها فهو وقف عليه، زي برضه في العبد ينصرف إلى مالكه، وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل المسبلة في الثغور ونحوها فيصح الوقف عليه، وكذلك الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الحرم
كان زمان الحرم خدام الحرم كانوا عبارة عن عبيد موقوفين على خدمة الحرم، فصح الوقف على خدام الحرم يمشي. والكعبة الشريفة والروضة المنيفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا زيارتهما. وعلى حمام مكة، ممكن يوقف على حمام مكة علشان يوفروا له الأكل والشرب والقمح والحاجات اللي هم بيرموها. فهو مستثنى من قولهم لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة، وأما شروط الموقوف فقد تقدمت في التعريف. في وقف هنا كان على مئذنة الإمام الشافعي، عارف أنت لما تروح تزور الإمام الشافعي في قبة فوق المقام، وفوق القبة في مركب كده مكان الهلال، حاطين مركب كبير. كان زمان في وقف عشان المركب ده يتملي غلة قمح عشان الطيور المهاجرة اللي بتيجي مصر من أوروبا، بتيجي جعانة وممر الهجرة بتاعها بيمر على فوق الإمام الشافعي ويقوموا ياكلوا، خدت بالك؟ فكان وقف هنا على الطيور المهاجرة علشان بتبقى جعانة وموجودة إلى بس دلوقتي إيه مش لاقيين حد يملى لأنه ما بقاش في قمح، حتى الطيور المهاجرة جاعت. لا السلفية ما لهمش ذنب في المسألة دي. والطيور المباحة، وأما شروط الموقوف فقد تقدمت في التعريف. قوله وصحة عبارتي إن شاء الله يوم الاثنين القادم نقف عليه هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وغدا إن شاء الله بعد مع شروق الشمس هيبقى في ختام سنن أبي داود إن شاء الله.